بغي يخلي لكم مهمتكم الى ما سينياليو الانستغرام ديال مايا راقصه مايا سينيالي ولي سينيال اختي ايبارطاجي معايا الله يسهل عليكم. راه بنت الحرام كل ساعه تدير لايفات وتديرهم في هذاك سميتو في هذا سميتو في اليوتيوب. في اليوتيوب ما تتفرج فيها حتى واحد تيتفرجوا فيها 7000 وقال لك اختي كل ساعه تجبدني سينيالي والله يسهل عليكم وري جدين اما تهضر فيا سينيالي والله يسهل عليكم لي سينيالي الله يسهل عليه سينيالي وسينيالي ما كاين ما يدار خلينا نسولو جدين اما نقول لهم تبلي في هذاك سميتو في تيك توك نمشي نقول لهم سينيالي واه ولي سينا الله يعطي الستر الله يرحم الوالدين وطق طق داكشي باش نسيري ليا وجدي امك باش نعلمك تبقى انا ما جبتكش انت كل ساعه كل ساعه تجبديني بحال اللي ما عرفتش اختي اش درت ليك يا بنت الحرام يا مسمومه يا المحساده يا المدوده من جهتي يا نسيت عليك الكلمه اللي قلت البارح نسيت عليك الكلمه وال نسولها ومي دامو بغيتي نسولها وال مطوطه من جهتي وال ضايمه وال وال شادك الضيم من جهتي واش كيقولوا ديك نسيت اختي فراجه وانت وانت تفرجي وانت فراجه وانت تفرجي وشوفي اختي وشوف اختي المضروره هي الكلمه مضروره من جهتي بلات الله يسهل لكم الى ما هذيك الى ما سينيالي وليا الكونت ديال انستغرام ايوا ما تنعش ما يترموك نوريك شكون اللي باغي يبيع شي كونطات فيهم مليون انا شري كونطات فيهم مليون نوري جدي امك هي البطبطة دايره فيها زعما واعره غتشر على ظهري انا نوري جدي امك الشهره نوريك الشهره نوريك الباز نوريك الفراجه بغيتي تبغيتي تعي بغيتي تفرجوا بلاتي والله ممكن ندير لامك فراجه دير هي القناه ديالها وما تيتبعها حتى واحد يلاه عندها واحد كا جوج كا دابا هي ناضت يمكن جاها الحسد علاش انا ندير القناة دغيا درتها في 15 يوم من 7 يوم 16 يوم دابا بالضبط تكون شي 16 يوم وطلعت لي القناة حيت اختي البوز ربي اللي تيبغي يدير البوز هادوك الدراري هاديك اللي خدات ليا الكون اللي خدات ليا داك الفيديو من انستغرام عن انايا السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كي كتشوفوا معنا الفيديو تاع اليوم كي كتشوفوا هاد السيده هادي راكم كلشي عارفينها شكون هي ميمي حنا عارفينها من زمان هادي وهي ميمي الحمد لله تبارك الله وصلى النبي اي واحد كيتمنى يدير هاد الشيء اللي كدير هاد السيده هادي والله الا اي واحد كيتمنى واش ما كاين شي حد في هاد الدنيا هادي ما كيبغيش يساعد الا عندك واحد القلب كحل وما كتبغيش تساعد وفيك الكره وفيك الانانيه وكتبغي غير راسك. اما هاد السيده هادي عاشت واحد الطفوله صعيبه بزاف وربي سهل عليها والحمد لله مجوجه واحد الراجل تبارك الله الله يزيدهم راجلها مليونير وكتبغي تساعد الفقراء وهادشي قبل مريم ميمي قبل ما تطلع يعني قبل ما تشهر بزاف انا زعما من معجبين بها شحال هادي سنين وسنين ودائما هذا هو الستيل تاعها ميمي كتجيب كتجمع شي بركه وكتهبط وكتساعد الناس سواء هادوك الجبال هادوك ضروري كتهبط عندهم ضروري ما كاينش العام اللي ما كتهبط عندهم كتهبط لهم شي بركه غير هاد العام كانت يعني نقولوا تبارك الله كان داكشي كثير اما العامات الاخرى كانت كتهبط ولكن شي حاجه قليله اما هاد العام كان شي حاجه قليله هذا العام تبارك الله كان داكشي تبارك الله كثير بزاف الله يسهل عليها واي واحد كيتمنى اي واحد كيتمنى يدير هاد الشيء هاد الاجر الكبير اللي ساعدت هذوك الوليدات الصغار اللي شفناهم كلهم هذوك اليدين حمرين منفوخين بالبرد مساكن ولابسين الصنيدلات والثلج كتلبسهم تصور شو يلا قولوا لي شكون هي هاد اليوتيوبرز ولا هاد اليوتيوبر هذا المشهور اللي غادي يقول لك غادي نمشي وغادي نشبع برد غادي يضربني البرد انا ضفراني لا انا ضفراني دايرين لا ما نقدرش انا ضفراني نديرهم في الثلج غادي يتشقوا لي يديا لا انا غادي شعري غادي يدير لي انا وجهي غادي يشبع لي برد غادي يتقشر ليا بالبرد
هي مسكينة عادية، واحد لا بيرسون عادية، كلشي معروفة معروفة الحمد لله. والله إلا كنقولها من قلبي الخالص، يا ربي اللي عطاها يعطينا حتى حنا، والواحد هو اللي يساعد، هو يساعد. عرفتي شنو هي الأجر؟ الأجر اللي كدي هاد الدرية هادي، هاد السيدة هادي، شحال الأجر كدي؟ كلشي كيبوس فيها، كلشي كيعنق فيها، وتجي واحد كي كنقولوا آخر المطاف، تجي واحد الراقصة اللي غبرات هادي شحال هادي، وهاد المدة دارت واحد البوز واحد الفترة بأنها الطلقات والمعاناة، وتعاونوا معها الناس وآزروها الناس وبقات فيهم، والسيد اللي جرى عليها في ميريكان ولاحها، ووقفوا معها المغاربة، شحال من واحد ساعدها، كيهضروا الناس في سميتو، خرجوا الناس دابا، الناس خرجوا كيهضروا عليها، كيقول لك انا اللي ساعدتها، وانا باش ساعدتها باش ديناها باش تقاد الوراقي، وخرجها خرجها بلا كي كنقولوا والو، خرجها زيرو حوايج من كانت في ميريكان، ما عندها لا حقوق لا مولاي لا حتى شي حاجه، وساعدوها الناس ووقفوا معاها حتى مشات كرات، حتى حوايجها ما عطاهمش لا حوايجها والو، قال لك حتى جا البوليس معاها عاد باش ممكن لها تاخد الملابس تاعها. ايوا، وهاي دارت البوز واحد الفتره تشهرات، وكانت كتدير للعيالات النساء، لا بعدوا على الرجاله، لا خاصك تكون عندك القيمه، لا وهادي 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 وهادي. وشحال من مرا مسكينه دارت برايها، وشحال من مرا جاها الخطيب وجاها الراجل وجا هادي، وبعدات وقالت ليها كتقول لهم لا ديري الفوق، ديري الشان، وديري هادي، ودبري عليه، وديري ليه، وطلبي ليه، واللي جاب لك خاتم تاع الذهب قولي لا، بغيتو تاع الدياموند، واللي جاب لك خاتم تاع الدياموند لا قولي ليه، جيب لي الكولي، وجيب لي الدار، وجيب لي الطنوبيل. وعرفتي شحال من مرا، شحال من بنت، شحال من مرا خرجت عليها في الزواج تاعها، كانت غادي تتزوج وما جو ما تزوجاتش بسبب مايا، بسبب الراقصه مايا اللي كانت كتعطيهم واحد النصائح، لا ديروا هادي، والمرا خاصها تكون هادي، والمرا خاصها هي سي فغي، المرا خاصها تكون عندها واحد القوانين تاعها، وتكون عندها القدوه تاعها، ولكن ماشي الضرر يعني تكرهي المرا في الراجل. هي صدقات، هي مجوجه دايره العرس ما شاء الله، وقادت المسائل، ولكن ما كي كنقولوا دارت عرس تاع النزوه او زواج النزوه تاعها، هو حيد من الشهوه، هي حيدت منه الشهوه وفقط، ولاحها ولاحها كي الكلاب صافي. دابا ماتت ليها البوز تاعها، ناضت قالت انا نهضر على ميمي، انا نضل هذاك الشيء اللي دارت اختي. تتوصلي ميمي تبارك الله، اللي ما كاين لا رمضان باقي حد الساعه، ما كاين لا رمضان لا حتى شي حاجه، كتخرج وكت 4000 عباد الله، 4000 زرقاء راكم كلكم كتشوفوا، 4000 زرقاء كتعطيها للناس في سبيل الله بارك. ها اللي كيبيع كلينكس في الزرقاء، ها اللي كيسيري الصبابط، ها اللي كتشوفها كتطلب، اي اي اللي ما كديريهمش انتيا، اللي ما كيديروش انتيا، هي كدير هاد الشيء الاخوان، هادي كديرهم هاد السيده هادي باش يعني لعل وعسى ينوضوا يديروا بحالها. هذا هو الهدف اللي قالته داك النهار في تيك توك، انا من المتتبعين تاعها وكنتابعها وعزيزه عليا وتلقائيه ديك السيده، كتقول لك انا كندير هاد الشيء يعني لو فات بانها كتفيلمي وداك الشيء، يعني هذوك هي ما كتهضرش على المسؤولين، عمرها ما هضرت على المسؤولين، كتهضر زعما على لي انفلونسر واليوتيوبر واليوتيوبرز، يعني ينوضوا ويديروا بحالها، يعني غير شويه شويه من كدير هي تبارك الله، فهمتي؟ هي مسكينه اللي كتجمعوا مثلا الناس اللي كتعاونوا معاها في تيك توك، مع تبارك الله اللايف تاعها هادي ومشهوره، كتدخل الفليسات الله يسهل عليها، يلا حلات واحد لاشين تبارك الله مع معروفه، لاشين تاعها طلعت تبارك الله، الله يسهل عليها، راه كتساعد. الخيبه هي اللي كاينين الى عقلتو، بحال داك يوسف الزروالي اللي كان كيطلب الفلوس، هادو هو الكونت تاعي في باي بال صيفطوا ليا، غادي نمشي نساعد هادي وهادي، وكان العديد والعديد بحال يوسف الزروالي، كانوا بحال العديد والعديد، وكلهم شنو كان كيمشي عند العائلات كيعطيهم 1000 درهم ولا 500 درهم، والباقي كيديروا في جيبو. ما خرجاتش هادي، ما خرجاتش هاد الواقعه هادي، راه كلكم كتبوا فضيحه الزرواني، وغادي يخرج لكم هذا الشيء اللي كان كيدير. اما هي عمرها ما قالت لكم، حطت لكم واحد الكوينتا بنكاريه، يعني واحد الكونت باي بال ولا شي حاجه، كتقول لكم صيفطوا ليا باش نساعد الناس اللي في المغرب في الاطلس وفي الجبال، جامي جامي جامي. وناضت هادي ودابا بدات كتعاير فيها، وكتقول ليها علاش كتصوريهم وحقوق وهادي، وما تصوريش الدراري، هي هادشي كلشي لو بوت تاع الهدف تاعها هي تشوف المعاناه تاعهم، لان وتقول لاي مسؤول كينوض
يعاون هذاك الشيء، هذوك الناس مساكن ولا كيتفكرهم، لان راكم شفتوا كل شيء في الاخبار، كل شيء في الاخبار، الثلج تبارك الله غطى المنازل تاع عمرها، ما كانوش كيقدروا حتى يخرجوا. يلا قولوا لي كيفاش هاد الناس، هاد الوليدات هادو كيفاش غادي ياكلوا، واللي يمشي يجيبوا داك الحطب باش يسخنوا، راه معاناة معاناة. وهي مسكينة كتفكرهم بحال شي حد من عائلتها، لانها عاشت واحد الظروف قاسية قاسية من كانت هي في الداخلية، فهمتوا؟ لذلك كنقول لكم انا الناس اللي ما كيعرفوش ميمي راه خاصكم تعرفوها، عاد الواحد يبدا يجي يهضر عليها. وكنقول انا من الصعب من الصعب نكونوا بحالها، لان الواحد باش يدير الخير راه اش نقول لك اختي، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، الله يكثر من مثالك. انا براسي تجي عندي وتعطيني هذا الشيء، انا اختي نعنقها ونبوسها وندير ليها اللي ما يدار. واش شي حد كيكره يجي ويعطيك ويساعدك؟ راه ما كاين حتى شي واحد ما يكرهش. انا منهم، تجي عندي وتقول لي يا اختي واش ممكن نساعدك ولا شي حاجه، نقول لها مرحبا 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 اختي ساعديني، علاش ما نبغيش هي المساعده؟ ما حسك هادوك مساكن اللي كيدوروا بالصنادل، بالصنادل تاع الميكا، مساكن الصنادل تاع الميكا كيدوروا، واش ماشي حرام؟ ماشي حشومه؟ كتلبسهم هكداك التقيشرات، وكتلبسهم في لي بوطو، وكتلبسهم في لي غون، وكتلبسهم في لي بوني، لا حول ولا قوه. وتنوض وحده اخر المطاف تقول لك هادي وهادي وهادي، وعرفتي انا بقات فيا مسكينه من هذاك النهار، بقات كتبكي تبكي، وشوف العينين مغوف مقوفلين بالبكا. يلا لا حول ولا قوة بالله، راه كيقول لك الواحد كيبغي الواحد يدير الخير وما كيخليش الواحد اخر يدير الخير. هادشي اللي كنقول لكم، والواحد هو يديها في راسه، ديوها في ريوسكم، وبعدوا على بنادم. يخ يخ يخ.